بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. نكمل شباب محاضراتنا بمادة الشبكات، واليوم وصلنا إلى الترانزميشن ميديا، الوسط الناقل. بعد ما عرفنا السيجنال وعرفنا أنواعها وشلون راح تنتقل وعرفنا تقسيمات الشبكة، بقى عندنا شلون تنتقل السيجنال. احنا عرفنا أنواع السيجنال وشلون تتحول البيانات والإنفورميشن إلى سيجنالز. زين اليوم راح نعرف شلون تنتقل، الطريقة اللي تنتقل بيها. طبعا الوسط الناقل هو أول شغلة نريد نعرفها، مكانه الحقيقي هو وين؟ هو تحت الفيزيكال لاير. احنا نعرف أقسام الشبكة، فهو تحت الفيزيكال لاير بالضبط، وتتحكم به الفيزيكال لاير تحكم مباشر. يعني اللي يسيطر عليه هو الفيزيكال لاير. مكانه وين؟ مكانه ما بعد الفيزيكال لاير، يجي هو شنو؟ الترانزميشن ميديا بكل انواعها، اللي ان شاء الله اليوم راح نغطيها بمحاضرتنا اليوم. طبعا الاتصالات اللاسلكيه والسلكيه يعني نقدر نقسمها الى فئتين، خلينا نقول كبيره وعريضه. واي عندنا اهم نوعين، او نقدر نقسم كل الاوساط الماديه الى قسمين رئيسيه، اللي هو خلينا نقول الجايدد والانجايدد، يعني الموجهه والغير موجهه. تمام عيني؟ طبعا من شنو فائده الوسط الناقل؟ طبعا اي كوميونيكيشن، اي داتا كوميونيكيشن بين اي شيئين بالعالم تحتاج وسط ناقل. اليوم انت على العشويه اهلك تحتاج وسط ناقل لانتقال الكلام مالتك، اللي هو شنو؟ انتقال عن طريق الهواء. اذا انا اي انتقال للمعلومات او البيانات بمختلف انواعها لازم يتم عن طريق وسط ناقل، والا ماكو تواصل. تمام عيني؟ فانواعها ليش دا ندرسها؟ هي هاي فائدتها، انه احنا لازم نعرف الطريقة اللي راح نرسل بها البيانات. أهميتها إنه ما راح يكون عندي أي تواصل بين أي شخصين أو أي طرفين بدون الوسط الناقل. طبعا عندنا قلنا إحنا نقدر نقسمها إلى قسمين رئيسية، هي الجايدد أو الموجهة، والأنجايدد الغير موجهة. وتحت كل قسم اكو عدة انواع تستخدم بالاوساط الناقلة. يعني مثلا بالجايدد او الوايرد يسمى، اللي هي مثلا توستد بير كيبل، كوكسل كيبل، فايبر اوبتيك كيبل. وعندنا بالانجايدد او ما يسمى بالوايرلس، عندنا الراديو ويف، مايكروويف، او الاشعة التاتبة نفسها اللي هي الانفراريد. نجي على اول نوع او اول قسم اللي هو الجايدد، وناخذ منه أول نوع اللي هو التويستد بير كيبل. شنو التويستد بير كيبل وشلون قايل؟ هذا اللي راح نعرفه إن شاء الله. من اسمه تويستد بير كيبل معناته هو عبارة عن كيبل مزدوجة. تمام عيني؟ وملفوفة وحدة على يعني واحد على الثاني، ومعزولين بطبقة خلينا نقول بلاستيكية. معزولين يعني مو مترابطين. شايفيه يمكن كلكم اللي مشتغلين بموضوع الشبكات او مفيش قبل وكذا، شايف هذا النوع من ال، او اذا تتذكرون الكيبل مال التليفون، الواير مال التليفون الارضي، يجي وايرين بسيمين وكل واحد معزول بطبقة بلاستيكية، يعني الواير ما تجي ملتصقات مع بعضهم. الفارق انه هنا التويستد بير هو يجي شنو؟ هو ملفوفات على بعض، ما تجي عدله مثل واير التليفون. وشنو فائده هذه الكيبلين او هاي الوايرين؟ واحد ينقل الاشاره من المستقبل، من المرسل الى المستقبل، والثاني يعني كانما ايرث يستخدم. تمام شباب؟ فهذه فوائد كل واحد بيهم. طيب شنو ليش يصير اثنين؟ وليش ملفوفين على بعض؟ هذه حتى تقلل التداخل والضوضاء، لان احنا نعرف من راح تنتقل الاشارة ايا كانت نوعها لازم تحدث شنو؟ بعض الضوضاء او بعض الاسباب اللي تأثر. اذا تتذكرون المحاضرة اللي اخذنا بها الاسباب تأثير قوة الاشارة، تتذكرون ان اخذنا عدة انواع منها، منها النويز،
من التوهين الاتنويشن وغير والتداخل والكراس توك وغيرها من الانواع اللي تسبب لي شلون نقول فد نويز معينه على نقل الاشاره. فهنا هذه اللف التواء الكيبلين على بعض هي اللي تقلل لي من موضوع التداخل والنويز، تمام يعني. فكل راح يصير شنو عندي، كل ما زادت اللويات مالت الكيبل راح تزيد عندي كفاءة هذا النوع من الكيبلات، تمام عيني. هذا هو التويستد بيب، هذا شكله اذا تشوفوا. طبعا هي بيها نوعين هسه راح نجي عليها، عندنا نوع بس اللي مشتغلين ويعرفون موضوع الشبكات راح يكون عندهم هاي الصورتين مو غريبة. هذه هي نوعين عندنا من انواع الكوكسل تويستد بير، العفو تويستد بير كيبل. النوع الاول يسمى بالانشيلدد تويستد بير، والنوع الثاني هو الشيلدد تويستد بير. الانشيلدد او ما يسمى باليو تي بي، اكيد سامعين هذا المصطلح جماعة الشبكات او المشتغلين بموضوع التفشيش والشبكات. والنوع الثاني هو الاس تي بي او الشيلدد تويستد بير. شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق انه اليو تي بي راح تجي الوايرات اذا تشوفوها هذه ملتفة على بعض البعض مباشرة بس بوجود عازل بلاستيكي. اما الشيلدد او الاس تي بي هو لما يكون هناك هاي الطبقة اللي تحميه، تكون اكو طبقة تحمي كل واير بيهم، تمام شباب؟ هذا هو الفرق. طبعا اليو تي بي هو الاكثر استخدام او الشائع استخدامه، تمام يعني، عن الاس تي بي. عندنا بيها اكثر من كاتيجوريز، يعني اكثر من صنف بهذه الكيبل او هذا النوع من الكيبل. اول كاتيجوري الكات 1 هو اللي يستخدم بالتليفونات، وعندنا الكاتيجوري رقم 5 او الكات 5 هذا المستخدم باللان، طبعا بحدود 100 ميجا بت بير سكند ينقل البيانات. عندنا كاتيجوري رقم 6 اللي هو هذا تقريبا يوصل لل 200 ميجا بت بير سكند. وعندنا النوع المسمى بالاس اس تي بي، تمام يعني، اللي هو شيلدد سكرين تيست توستد بير، هذا تقريبا توصل نقل البيانات به الى 600 ميجا بت بير سكند. هاي صور كل واحد بيهم. هذا الكات 5، يعني اكيد اللي جماعه الشبكات او المشتغلين بهذا الموضوع يعني هاي الصور مو غريبه عليهم، كلش قريبه او يعني مالوفه. هذا اليو تي بي المستخدم. نكمل شباب النوع الثاني من انواع الكيبل الجايدد او الموجه، هو الكوكسل كيبل او ما يسمى بالكيبل المحوري. شنو الكيبل المحوري؟ هو عباره عن راح يكون كيبل واحد بدل ما كان اثنين بالنوع السابق، وتحميه اكثر من طبقه من الخارج، تمام. دائما او غالبا القلب مالته هو عباره عن شنو، نحاس او سلك، اي نوع من انواع السلك الصلب، بس عاده يستخدم شنو، النحاس، اوكي. والطبقات الخارجيه تعمل كانما درع حتى تخلص من الضوضاء والكروس تولك وغيرها او التداخلات اللي تصير مرات بين كيبل وكيبل، تمام يعني. هذا هو شكل الكوكسل كيبل، هذا عبارة عن محور من المواصلات وغالبا نحاس قلنا، واكثر من طبقة من الحماية له. طبعا عندنا بيها السندرات، طبعا الكوكسل كيبل شلون تقسم او استخداماته على اساس فد معيار معين اسمه الراديو جوفرمنت ريتنج، يعني تصنيفاته خلينا نقول، اللي يرمز لها بالار جي بي. يعني مثلا الار جي بي 59 نعم يكون عندنا هو المستخدم بالتلفزيون. كلكم شايفين الكيبل مال الساتلايت اكيد، منصاعد انت وتسوي الفيشه ومرتبها، لما تفتحها انت شلون راح يكون؟ عباره عن سلك نحاسي فوقه طبقه بلاستيكيه غالبا تكون لونها ابيض، بعدين طبقه من شلون السيليفون، بعدين طبقه من المش يصير من
أسلاك الرفيعة وبعدين طبقة من البلاستيك الخارجي. تمام لا مو تمام؟ تقريبا يمكن كنا شايفين بنات وولد، صح لا مو صح؟ هذا هو الكوكسل كيبل، ترى هذا واحد من أنواع الكوكسل كيبل اللي هو تقريبا الار جي مالته 59 او رقمه ار جي 59. عندك مثلا الار جي 58 هذا المستخدم بالايثرنت، الربط مال الايثرنت بس يكون رفيع يعني مو ايثرنت قوي. وعندنا الار جي 11 هو الايثرنت لا الضخم او الثخين. هاي اشكال يا شباب تقدرون تشوفوها يمكن وياي. هذا تقريبا الكيبل المستخدم بالساتلايت، هذا اني الار جي 59 هذا نفس الشيء المستخدم بالساتلايت بس ورا ما مخلي للحباسية مالته. عندنا هذا الار جي 58 اللي قلنا يستخدم بالايثرنت بس يصير سميك. وعندنا هذا ار جي 11 المستخدم بالثينك يعني خلينا نقول شوي سميكه بالايثرنت. تمام عيني؟ طبعا اكو عدة تطبيقات للكوكسل تيبل مثل ما هسه حكيناها او انتم تقدرون تشوفوها. عندنا بتطبيقات مثلا بالتليفون، ممكن بالتلفزيون مستخدم، يعني هذا اللي اقصد بتطبيقات التلفزيون انه ربط الساتلايت بالريسيفر جهاز الريسيفر بالصحن، هذا الواير المستخدم واحدة من استخداماته مثل ما قلنا. بالايثرنت لان مثل ما اتفقنا قبل شوي حكينا عنها، قلنا عندنا نوعين من عدة تستخدم. هذه بعض تطبيقات الكوكسل كيبل. النوع الاخر من الجايدد كيبل او جايدد ترانسميشن ميديا او الاوساط الناقله الموجهه مثل ما قلنا هو الفايبر اوبتيك اللي هو الكيبل الضوئي. اكيد سامعين عن الكيبل الضوئي. هنا الفارق شنو راح يصير عندنا اذا يخلي خلينا نقول شلون نسمي المحور الرئيسي. هنا راح يتكون من الضوء، يعني البيانات راح تنتقل عن طريق الضوء، السيجنالز مالتي تحول الى ضوء وتنتقل. يكون الكور مالته او المحور الداخلي عبارة عن زجاج او بلاستيك ومن خلاله تنتقل البيانات. تمام؟ طبعا محاط بطبقات من البلاستيك او الزجاج مثل ما قلنا. تمام عيني؟ وشون تنتقل الإشارة؟ تنتقل الإشارة بالداخل عن طريق انعكاسات شعاع الضوء. تمام عيني؟ تنتقل يعني هنا راح يصير بالانعكاس مال الضوء من بالداخل تنتقل الإشارة داخل الكيبل، يعني بهاي الصورة شوف، يعني كأنما هذا السندر راح يدز الإشارة، تنتقل الإشارة. احنا قلنا هذا الكور عبارة عن محاط يعني بالزجاج، فش راح يصير عندي هنا عبارة عن أشعة إلى ضوء. شوفوا انعكاسات، بس دير بالكم مو انكسار وإنما انعكاس، لأن احنا نعرف الضوء ممكن ينكسر وممكن ينعكس، فهنا راح يصير عندي هو فقط انعكاسات مو انكسار. تمام عيني؟ زين شلون يتكون؟ احنا مثل ما قلنا الكيبل الضوئي يتكون شنو قلنا من طبقة من البي في سي او التفلون راح تكون هي محاطة او تكون للغلاف الخارجي. تمام؟ الغلاف الخارجي للكيبل هو عبارة عن تفلون او بي في سي، داخله يكون سترة من الخيوط اللي شنو تقوي للكيبل حتى يتحم يعني مي... ليش؟ لانه القلب مالته هو عبارة عن زجاج او بلاستيك، فلازم نقوي الطبقة الخارجية مالته. وبعدها يكون هو بالغطاء البلاستيكي، ليش؟ حتى تحمي الألياف الداخلية والألياف الموجودة في وسط الكيبل. والقلنا اللوب أو الكور مالته هو عبارة عن تجويف قلنا يتكون من الزجاج أو البلاستيك اللي راح ينتقل من خلاله الضوء. تمام عيني؟ طبعا نسبة القطر مال القلب مالتها يعني تقريبا تكون 50 مايكرو متر او 125 مايكرو متر او 100 مايكرو متر. تمام عيني؟ هذا هو الشكل تقريبا الفايبر اوبتيك. شوف شون قايل، هذا الكور الداخلي
يجي وراء البلاستيك بفر او الطبقة الحامية، وراء يجي عندنا الكلفر هاي للتقوية، وورا هيجي عندنا كسوة خارجية او جاكيت مثل ما يسموه، يعني المحور الخارجي خلينا نقول، تمام عيني، للكيبل. نجي على الابليكيشن او تطبيقات الفايبر اوبتيك. اول شيء ما يسمى عندنا اول تطبيق بما يسمى بالباك بون نتورك. سو شنو يقصد بالباك بون نتورك؟ شبكات، يعني اذا نريد نترجمها حرفيا نقول عن الشبكات اللي يكون شلون عمود فقري، خلينا نوصفها او هيك شيء. يعني هو شنو؟ انه يكون عندي كيبل من الالياف الضوئيه وين بالعمود الفقري مال الشبكه. يعني اساس الشبكه مالتي هو شنو؟ كيبل ضوئي، تمام عيني، يكون طبعا يعني ينقل بيانات بمعدل 1600 جيجا بت بير سكند، ينقل بيانات بهيك سرعة وبهيك نسبة تقريبا من البيانات. عندنا التطبيق الثاني كذلك ممكن يستخدم وين؟ عند شركات التلفزيون، يعني بتطبيقات أو شبكات التلفزيون، تمام؟ اللي شنو هي؟ تكون الشبكة الأساسية بالشركات تستخدم هو شنو؟ الكيبل الضوئي. طبعا ممكن نسوي شبكات التلفزيون مرات تسوي هايبريد، يعني مجموعه من او اكثر من نوع من النيتورك، فتسوي عندي يعني مو بس الفايبر اوبتيك. التطبيق الثالث نقدر نستخدمه باللان، شبكات اللان اللي نقدر نستخدمه خلينا نقول على مستوى منطقه محليه مثلا، تمام عيني. احنا نعرف انه اللان يستخدم على مستوى شنو؟ منطقه خلينا نقول مدينة او هيك شيء، منطقة محدودة، تمام عيني. هذا ما يخص الفايبر اوبتيك. التطبيق العفو عندنا فوائد الفايبر اوبتيك او ادفانتج للفايبر، هو اول شغلة عندنا الهاير باندويث، انه ينقل حزم قوية وكبيرة. يعني مثل ما سمعتوا انتو الكيبل الضوئي مال الانترنت اللي يربط العالم كله، للي يتذكرون من كان الهاتف الارضي قبل كان كيبل عادي، بعدين حولوه على الكيبل الضوئي، صارت الاتصالات اصفى واقوى واسرع، فينقل باندويث كبيرة ينقلها وبسرعة، تمام؟ كذلك وشنو عنده للسيجنال اتنويشن، يعني تذكرون اتنويشن، موضوع الاتنويشن اللي هو التوهين، يعني ضياع الطاقة او غيره، تذكروا قلنا مرات تتحول جزء من الاشارة الى حرارة، هنا بما انه هو ضوء فما عندي حرارة، ما اقول الضوء يتحول الى حرارة، فهنا ايش راح يصير عندي؟ قليل الاتنويشن، الاشارة ما راح يتحول من عدا شيء، تمام عيني. طبعا يمكن نقل الإشارة إلى 50 كيلومتر، طبعا دون الحاجة إلى التقوية. تتذكرون إحنا قلنا شنو علاج التوهين؟ إنه نخلي محطات تقوية بالطريق حتى ترجع تقوي لدفع الإشارة. هنا بما إنه ما راح يكون عندي ضياع من طاقة السيجنال، فراح تنتقل تقريبا ل 50 كيلومتر وأنا ما أحتاج إلى تجديدها أو تقويتها، تمام يعني. شغلة الأخرى أو الفائدة الأخرى هو إنه no noise، ماكو ضوضاء عندي، ماكو لما الضوضاء الكهرومغناطيسية ما تأثر على الكيبلات الألياف الضوئية أو الفايبر أوبتيك. الفائدة الأخرى إنه مقاوم للتآكل. إحنا عندنا الكور مالته هو من الزجاج أو البلاستيك، فغير قابل للتآكل، تمام عيني، مو مثل ما بعكس النحاس أو غيره من الأنواع. الفائدة الأخرى هو إنه يكون خفيف الوزن، يعني لما يكون عندي الكور هو من زجاج او بلاستيك فهو بالاصل خفيف، والنوب الانتقال مالته بالداخل ضوء فراح يكون خفيف. زين، شنو الديس ادفانتج مالته؟ مساوئه شنو؟ مساوئه هي اقوى مساوئ، يعني سيئه خلينا نقول عنده، انه التركيب والصيانه تريد خبره. العفو، انه احنا نعرف مثلا كليتنا
متعودين بالبيت انه الكيبلات العادية خصوصا الوليد يعرف يربط واير المولد، يعرف يربط واير بواير، يعرف يسوي الواير مال الستلايت، لكن الكيبل الضوئي مو اي واحد يقدر يتعامل وياه او يشتغل، يحتاج الى خبرة. هذه وحدة من خلينا نقول اهم او اقوى المساوئ مالت الفايبر اوبتيك. عندنا هنا النوع الثاني هي يكون تقدم البيانات شلون نقول غير موجه، انتقال الضوء او البروبوجيشن يعني عملية الانتقال او عملية الزيادة ما راح تكون موجهة. تمام. النوع او المسوأة الثالثة او السيئة الثالثة بي هو راح يكون شوية الكوست مالته اعلى من البقية، يعني انت تروح تشتري مثلا واير طبيعي جزء المتر مالته بربع او بخمسمائة دينار، هنا لا راح تكون الكوست مالته اعلى من هذا الشيء. آن نكمل شباب محاضرتنا ويا الانجايدد ميديا او الوسط الناقل الغير موجه او الوايرلس، يعني هنا راح ننقل موجات كهرومغناطيسية طبعا تقريبا تكون متوسطة بس بدون توجيه، يعني شنو بدون توجيه؟ بدون استخدام موصل فيزيائي، يعني خلينا نقول يعني بين قوسين بدون الحاجة الى كيبل او واير. تمام عيني؟ يعني بالتالي هي متاحة لأي شخص، بس مجرد يكون عندك جهاز قادر على استقبال البيانات. يعني الآن مثلا موبايلاتكم، انت الآن مكنك على الراوتر، شوف نفسك انت مكنك على الراوتر عن طريق الواي فاي، ما احتاجيت تروح تربط واير بالموبايل مالتك، لكن الراوتر بالنانو انت مضطر انه تربطه بواير. فهذا جايدد ميديا وهنا انجايدد ميديا، من تنقل بيانات عن طريق البلوتوث، انت ما ربطت واير او كيبل بين موبايلك وبين صاحبك، ولكن نقلتها عن طريق البلوتوث. هذا اللي اقصده بالوايرلس او الانجايدد ميديا. طبعا نقدر يعني الاشارات الغير موجهه تنتقل من المصدر الى الواجهه بعده طرق، يعني هنا عندنا اكثر من طريقه للانتقال. عندنا النوع الاول يسموه الانتقال الارضي، هذا تقريبا شكله هذا شكله تقريبا، انه يكون عندي برج وينقل على المستوى الارضي، وعندي طبعا هذا ينقل ما يقارب 2 ميجا هرتز، يعني 2 ميجا هرتز ممكن ينقل ميجا هرتز ببيانات. لا عندنا النوع الثاني اللي هو يسموه اللوسوفير او السكاي بروبوجيشن، هذا شنو هو؟ انا عندي هاي الارض وهاي طبقه الاوزون اللوسوفير، تمام عيني؟ هذا شي يسوي عندي برج منا ينقل البيانات، شلون تنتقل البيانات بين هاي البرجين؟ عن طريق بثها الى طبقة الاوزون، وتنتقل من طبقة الاوزون الى البرج الاخر، تمام عيني؟ النوع الاخر هو ما يسمى باللاين اوف سايت بروبوجيشن، او ما يسمى بشلون نقول عليه بخط البصر، يعني لازم هنا يكون عندي البرجين تكون متقابله لبعضهم. بس هذا ايش راح ينقل لي؟ راح ينقل لي بيانات عاليه التردد، يعني شوفوا يوصل الى اكثر من 30 ميجا هرتز ممكن يدز، بينما السكاي بروبوجيشن من 2 الى 30، والجراوند بروبوجيشن هو يبث تقريبا 2 ميجا هرتز. شرحناها هنا حتى بس يعني تعرفون هنا مثلا عندنا الباند مالت النقل بالوايرلس يكون الرينج قلنا بين 3 الى 30 طبعا، والفريكونسي مالته راح يكون قليل. طبعا هذا ده نحكي عن شنو احنا؟ عن الراديو ويف والمايكروويف شباب، تمام؟ احنا عندنا شنو؟ تنقسم الاشارات الانجايدد الى قلنا اما راديو ويف او مايكروويف او انفراريد. عندنا الراديو ويف والمايكروويف نقدر نقسمها
إلى 8 أقسام أو 8 باندز، تمام؟ عنده 8 باندات بيها. أوكي، هنا راح تكون شلون نقول الباندز مالتي راح تتراوح من القليلة جدا إلى الإكستريمي هاي، يعني خلينا نقول الضخمة أو العالية جدا من البث مالتي أو من الترددات اللي تقدر تنقل لي إياها. عندنا مثلا عندنا بالباندز خلينا نقول الفيري لو فريكوانسي تقريبا من 3 إلى 30، وهذا يكون نوعه شنو؟ أرضي. الابليكيشن مالته مثل خلينا نقول طول موجي، خلينا نقول راديوي. اوكي، عندنا باللو فريكوانسي هذا من 30 إلى 300 كيلو هرتز، وهم البث مالتي الى حد الان بعد ارضي. عندنا بالميدل فريكوانسي يبلش من 300 إلى 3 ميجا، 300 كيلو هرتز الى 3 ميجا هرتز، وهنا راح يبلش عندي شنو هو السكاي، البث السكاي هذا اللي ينتقل الى طبقه الاوزون وبعدها تنتقل الى الابراج الاخرى. الهاي فريكوانسي راح يكون من 30 إلى 300 ميجا هرتز، وهذا كذلك هنا راح يكون عندنا سكاي مع لاين اوف سايت، يعني شلون نقول بتقريبا تداخل مثل بث التلفزيوني. يعني الان قنوات الستلات شلون تستلمها انت؟ القناه تبث وانت ينعكس من طبقه الاوزون ينعكس على الدش او الصحن، الاولمبي يستلم الاشاره وينقل لك اياها، تمام. عندنا النوع الاخر هو اللي يكون من 300 إلى 3 جيجا هرتز، هذا اليو اتش اف تي في او مثلا تليفون الخليوي. يعني الان انت شركات النقال هذا هو تستخدم الالترا هاي فريكوانسي اللي تقريبا يكون عندي الرينج مالت نقل البيانات من 300 ميجا هرتز الى 3 جيجا هرتز. عندنا السوبر هاي فريكوانسي هو راح يكون من 3 إلى 30 جيجا هرتز، تمام، واكيد هذا راح يكون لاين اوف سايت. وعندنا الاكستريمي هاي فريكوانسي اللي هذا راح يكون تقريبا من 30 إلى 300 جيجا هرتز، وكذلك واللاين اوف سايت اللي مثلا بالرادارات وغيره مستخدم. طبعا هذا الجدول بس مجرد للمفاهيم. نيجي على اول نوع من الانواع الانجايدد ميديا او خلينا نقول وايرلس، اللي هي اولهم هو الموجات الراديويه، العفو الموجات الراديويه. هنا عندنا موجات كهرومغناطيسية راح تترد، يعني تتراوح الترددات مالتها من 3 كيلو هرتز و1 جيجا هرتز. هنا اللي تردداتها تتراوح بين 1 و 300 هرتز، تمام عيني. طبعا عندي اكثر من نوع بيها، هي الغاية من بس اللي اريدكم تعرفوا انه تردده هو بين 3 و 1 كيلو هرتز. عادة الويفز بين 1 و 300 مالت هالتردد. طبعا يعني يستخدم مثلا بالاي ام راديو، احنا تعرفون احنا مثلا بث الراديوي عندنا اف ام وعندنا اي ام. الاي ام يكون اكثر بعد، فلذلك يستخدم الراديو ويفز، تمام عيني. شلون راح يصير عملية البث والاستقبال بيها؟ عادي، عندنا مركز للبث وعندنا مركز للاستقبال، تمام. طبعا تستخدم الاومني دايركشن، يعني اكثر من اتجاه او تقريبا اتجاه الدائري، خلينا نقول بالارسال. يعني هنا مو بالضرورة يكون بالضبط مباشرة بس امامه، ممكن يكون عن يمينه. يعني انت اليوم بالسيارة ومشغل راديو، الا انت قدام البرج يلا تستلم البث، لا كلش عادي، انا اتحرك بالسياره بعده اتجاهات. يعني تقريبا اذا تشوفون شكل البث بالطريقه هاي تقريبا ان يكون على يسموه الاومني دايركشن، يعني كانما اتجاه دائري، تمام عيني.
طبعا تطبيقاته قلنا بالاي ام بالاف ام بالتلفزيون هم ممكن يستخدم وبغيرها من التطبيقات. نيجي الان الى المايكروويف المايكروويف هي تكون الموجات هنا تكون دقيقة تمام عيني تردداتها راح تصير بين 1 و 300 جيجا هرتز طبعا احادية الاتجاه هنا يوني دايركشنال هناك شنو كان اوميني دايركشن بالراديو هنا يوني دايركشن تمام يعني الاتجاه مالته شو اسمه يكون اتجاه احادي يعني هنا انا لما اريد ادز بالطريقه المايكرويف لازم يكون عندي الهوائيات مالتي واحد خلينا نقول بمحاذاه الاخر اوكي يعني عندي بعض خصائصها انه المايكرويف بروبوكيشن از لاين اوف سايت مثل ما قلنا انه هي لازم تكون يعني البرج خلينا نقول قدام البرج بالضبط اوكي تنقل فيري هاي فريكوانسي تمام يعني الباند مالتها تقريبا يعني واسع اللي تقريبا يتحمل 299 جيجا هرتز هاي قلناها انه هي يوني دايركشن انتينا يعني احنا لازم هسه انت ببرج الانترنت لما تريد تصعد على الانتينا مالتك او النانو ستيشن او النانو بريدج كل هذه لازم شو تسوي انت تروح توجهها على البرج بالضبط ليش لانه يستخدم الموجات المايكرويف لانه لازم يكون البرج مالتك بمحاذاة البرج الاخر فانت اذا ما تضبط التوجيه مال النانو راح تشوف عندك شويه تصير خربطه بالاشاره ولا ربما تضعف ولا ربما توصل الى حد انه اصلا تنقطع عندك الاشاره تطبيقاته مثل ما قلنا هواي ممكن تستخدم بالهواتف الذكيه بالساتلايت نيتوركس باللانز الوايرلس شبكات الانترنت مثل ما قلنا نجي على النوع الاخر من الجايدد او الوايرلس ميديا هو الموجات الاشعه تحت الحمراء او الانفراريد ويفز هنا أنا اقدر استخدمها بترددات تتراوح بين ال 300 جيجا هرتز وال 400 تيرا هرتز يعني راح يكون عندي ترددات عاليه لكن شنو يكون عندي قصيره المدى افضل مثال على الانفراريد ويفز هي اجهزه التحكم الريموت كنترول مال السياره مال التلفزيون مال السبلت اي ريموت كنترول تستخدمه هو اقوى تطبيق للانفراريد ويفز طبعا ما تقدر تستخدمها طبعا العفو ما تقدر تخترق الجدران هي طبعا من نوعها او من صفاتها انه ما تخترق الجدران بس هذه يعني تعتبر حسنة اصلا مو سيئة ليش لانه انت تخيل انه الريموت مالتك تقدر مال التلفزيون تتحكم بتلفزيون الجيران فش راح يصير عندك راح يصير كمية خربطة مو طبيعية بينما لانه ما تخترق الجدران فانت تشوف الريموت مال التلفزيون خلينا نقول البصالة ما يتأثر بتلفزيون البديوانية بس فرق مو ما تستخدمه ما يتأثر يعني انت لما تدير قناة بتلفزيون الصالة التلفزيون الموجود بالديوانية ما تندر هم القناة ليش لانه اكو حواجز بين مكان واخر تمام عيني فلذلك ما تخترق يعني برأيي انه هاي خاصية مفيدة ليش حتى ما يتدخل نظام ويا اخر او جهاز ويا اخر طبعا ما نقدر نستخدمه بالشمس اذا تشوفونه وملاحظين انه مرات مثل ريموت السياره من مكان شويه بعيد تشوفه ما يشتغل اذا كانت الشمس قويه تلاقيه شويه ياخر ليش لانه اشعه الشمس هم بيها انفراريد ويفز او اشعه تحت الحمراء
تمام يعني، فهذا ممكن شي يصير تداخل بالاتصال، فممكن شوية تأخر عندك أو تخربط عندك. نجي على تطبيقات الأشعة تحت الحمراء. عندنا طبعا مثل ما قلنا تستخدم خلينا نقول بأجهزة الريموت كنترول، تستخدم بنطاق أشعة أو نطاق بيانات خلينا نقول ب 400 تيرا هرتز، يعني نطاق واسع جدا، لكن بس شنو يكون على مسافة قصيرة، يعني تردد عالي العفو جدا بنطاق قصير، ويتمتع بنقل ممتاز للبيانات. اوكي شنو بعد باستخدامات عندنا؟ طبعا احنا هذا النوع يجي من النوع اللاين اوف سايت، لانه لازم يكون مباشر، يعني تمام معقول اشال الريموت مال السياره وفرب غير جهه مو بزاويه معينه، وانما يكون يعني من النوع اللي يكون لاين اوف سايت، يعني تضطر انه توجه الريموت بالاتجاه الصحيح او امام الجهاز اللي انت تريد تتعامل وياه. خلوا هواية من المعايير، طبعا اكو جمعية اسمها الـ IRDA، هنا أنا خيرت يعني خلت فج معايير معينة حتى استخدم هذه الاشارات للتواصل بين الاجهزة، مثل ما قلنا مثل الريموت كنترول وغيرها من التطبيقات. لهنا شباب خلصت محاضرتنا اليوم، اشوفكم ان شاء الله بمحاضرات اخرى.